دكتور ازيك؟ مرحبا بك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا لسه عاملين العمليه دلوقتي حالا. نعم. وخارجين بقى لنا قد ايه تقريبا؟ نعم. تقريبا 10 دقائق ربع ساعه. 10 دقائق ربع ساعه. نعم. وما شاء الله احنا عاملينها بالبنج الموضعي. نعم الحمد لله. عاملين تجميل لسقف الحلق واللها بالكوبليشن. نعم. كان في الم؟ الحمد لله ما فيش. كان في نزيف؟ ما دم فيش. انت ما جبت فيش. دم اثناء العمليه؟ ما فيش دم. كان في خالص. اي قلق؟ كان في اي حاجه؟ ما فيش الحمد لله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. كانت شكوتك ايه قبل العمليه؟ تشخير. كثير. وايه تاني؟ نعم في كتمه فوق النفس او خنقه كده وانت نايم. دي بتجاعيد متكررة. طيب. متكررة. نعم. طيب انت في فرق بين قبل وبعد العملية في خلال العشر نعم. دقائق ولا ربع ساعة اللي انت خرجت فيهم؟ نعم. قولي ايه اللي حصل؟ قولي ايه الفرق؟ نعم. يعني الفترة اللي فاتت النوم على الظهر ما كان في فوق هنا. كويس. خالص. نعم. كويس. يعني قبل شوية زي جاتني غفوة كده. بعد ما خرجت؟ نعم. وانت نايم على نعم. السرير؟ على ظهري كده. كويس. حتى لغفوة. هاي. ما فيش تشخير، ما فيش كتمة. معقولة؟ ما فيش خنق. بعد 10 دقايق؟ نعم. تستبشر خير؟ نعم إن شاء الله. نعم. ولا بتجاملني في الكلام؟ لا إن شاء الله. بجد؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. الحمد نعم. لله. فترة أكثر من 20 سنة تقريبا على الظهر ما فيش نوم. ما فيش نوم؟ إلا بالجنب بس. بالجنب برضه بيجي خنقة وكتمة كده. آه. نعم. ودلوقتي الحمد لله في الغفوة اللي أنت أخذتها دي. نعم. حسيت إن في فرق؟ ما فيش تشخير. الحمد صحيح. لله. نعم. تمام الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك. وعايز تسيبنا وتمشي بسرعه كده بعد 10 دقائق ربع ساعه؟ والله الحمد لله ليه كده؟ الوضع تمام. ما تقعد شويه معانا؟ الوضع افضل الحمد لله. الحمد لله. الحمد نعم. لله. الله. انا احنا نعتز بصداقه اخونا دكتور طبيب اسره في الخرطوم ان شاء الله، ويعني نسعد ان انت تيجي وتعمل عمليه وتبقى كويس وتروح وتنام بعد 20 سنه نعم. خنقه على ظهرك. نعم. الحمد لله بعد 10 دقائق ربع ساعه بقيت احسن. الحمد لله. فضل من ربنا. الله يبارك. حاجه تسعدنا. الله والله. تكرم. نشوفك تاني بكره وبعده ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. عايز تمشي برضه؟ ان شاء الله. خلاص. الله يبارك فيك. تسلم. ماشي. مع السلامه. الحمد لله. مع السلامه.